جيل كامل، هي قضية بلاد كاملة اتباعت 56 سنة باسم التجمع. بل جايين اليوم إذا كان لزم باش نتربطوا معاه. التقطنا مجموعة من الصور أنا وزميلة مريم سنساري في أثناء معناها كتبت مقال أحكيت فيه معناها على ثلاثة حاجات رئيسية. الحاجة الرئيسية الأولى هي معناها قضية استغلال الأرض وإهمال معناها واختلاع الأشجار وإهمال معناها مساحات شاسعة معناها ما أنزل الله بها من سلطان. الحاجة الرئيسية الثانية هي تسريح العمال. الحاجة الثالثة معناها اللي يبدو أنها معناها ما عجبتش السيدة آمنة منصور القرضي هي تنقيب معناها الآثار، وأنا نعتبرها معناها نقطة مهمة ونقطة رئيسية في الموضوع. قضية ياسين النابلي معناها هو يتحاكم بتهمة قتل. احنا في مركز نيوز لحرية الصحافة دائما في أي قضية يعني ضد صحفيين على خلفية محتوى إعلامي نندد بتتبعهم قضائيا وندعو دائما إلى اعتماد حق المتضرر بين الطرفين في حق الرد الذي يضمنه المرسوم 115 والابتعاد عن تجريم أي محتوى إعلامي. المحاكمة هذه تقريبا عندها عام تو وسبق وأنه حكمت فيها المحكمة الابتدائية بعدم سماع الدعوة. القضية هذه تتعلق بمقال نشرة صوت الشعب منذ تقريبا سنة يتعلق بمسألة الأراضي الدولية وكيفية التصرف فيها. كلنا نعرف أن الأراضي الدولية كانت منبع متاع فساد بالنسبة لرموز الفساد في العهد السابق، وكان بن علي يمنحها للمقربين منه سواء سياسيين أو عائليين للاستثمار فيها. آمنة منصور هي واحدة من رموز الفساد في علاقة بالأراضي الدولية. ودافع عن القضايا الحقيقية بتاع الشعب، إذن هذه رسالة أولى.